وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 31 والصغرى 20، الإسكندرية 26-18، مطروح 22-17، بورسعيد 24-19، الإسماعيلية 31-18، السويس العظمى ستكون 31 والصغرى 19، العريش 25-18، طابة 31-20، شرم الشيخ 34-25، الغردقة 34-23، الأقصر العظمى 40 والصغرى 24، أسوان 41-25، الوادي الجديد 40-23، شلاتين 35-20، وأخيرا حلايب 32 والصغرى ستكون 21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.